السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الثالثة. إن شاء الله اليوم حنكون وياكم في محاضرة جديدة، محاضرة المناعة النظري. راح ناخذ اليوم وياكم موضوع التولرانس. التولرانس ترجمتها الحرفية هي التحمل، موضوع يعني مهم وأساسي بالمناعة. قبل نبدي به مثل ما تعودنا بالمحاضرات السابقة، راح أعطيكم فد فكرة عامة عن الموضوع قبل لا نبدي بالقراءة والترجمة. فالفكرة اللي أريد نعطيكم إياها اليوم أنه نستذكر ما درسنا وأخذنا بالمحاضرات السابقة حول رد الفعل المناعي للجسم اتجاه أي أنتيجين ممكن أن يدخل للجسم. فمثلا دخل فد فيروس او عفوا الفيروسات على جهه كاف اللي دا يصير، مثلا دخلت فد بكتيريا الى داخل جسم الانسان، شنو رد الفعل اللي راح يصير؟ مباشره راح تجي الانتيجين بريزنتنج سيل انواعها، مثلا دنتريك سيل، مايكروفاج، راح تجي السيرفاجاسايتوسيس بمساعده الانتي بودي او من غير مساعده الانتي بودي، وتأخذ جزء من هذا الانتيجين وتروح تعرضه على منه، تعرضه على التي سيل، على مود التي سيل شو تسوي؟ تسوي اكتيفيشن لأكبر عدد من البي سيل، تي هيلباتو، تسوي اكتيفيشن للتي سيل وتخليها تنتج انتيبادي هالمرة خصوصي يكون من نوع الاي جي جي ضد هذا الانتيجين اللي دخل، وهذا الانتيبادي راح يروح يمسك بهذه الباثوجين حتى يساعد المايكروفاج اللي ايضا التي سيل حفزت عدد كبير من المايكروفاجات ايضا حتى تخرج، ويتم القضاء على الباثوجين. هذا هي الخارطة اللي درسناها، ما اتوقع درسنا غير شيء. يعني احنا درسنا هاي التفاصيل البسيطة انه شلون يكون رد الفعل المناعي ضد اي انتيجين، ما عندنا ما اثنين يختلفون على هذا الشيء. بقى احنا يعني هاي العملية مو بهالسهولة، يعني مو بهالحكايتين، هاي لا، هاي العملية بها سلسلة من الخطوات المعقدة. يعني كيف راح تجيب الانتيجين بريزنتنج سيل هذا الانتيجين وتنطي للتي سيل هذا، فشي كله صعب. اكو فد ريسبتات خاصة، اكو فد انترلوكينات خاصة تفاز، اكو فد شغلات خاصة تصير، يعني فد معارفات البي 7 وغيرها يمكن انتو ما ماخذيها بهالتفاصيل. فاكو هواي اللي اريد اقوله، هواي عوامل مساعدة تتم اثناء هاي العملية. زين، لو فرضا اني اريد اعطل هاي العملية، يعني هيجي في التجربة خلينا نقول اريد اعطل هاي العملية، اريد هذا الانتيجين يطب ويطلع الجهاز المناعي ما يكتشفه، ما يعرف بي. فاني عندي العديد من الخيارات ان اسويها. الخيار الاول ممكن انه اني اجي واخلي هاي التي سيل اللي تعرفت على هذا الانتيجين بعد ما جابت الانتيجين بريزنتنج سيل تموت، فراح تتوقف العمليه هنا، لا حتروح تحفز تي هيلباتو، لا حتروح تحفز البي سيل، ولا حيصير انتيبادي، ولا كل شيء، ولا حينقضى. هاي اول خطوه. ممكن لا، اني اصلا العمليه مالت الانتيجين بريزنتنج سيل من تجيبه ودا تعرف الانتيجين للتي سيل اوقفها بدون ما اقتل، اني اللي قدام اوقفها ما اخليها تتعرف. او ممكن لا، الانتيجين يعني التي سيل او هي يعني دتنشط البي سيل، اني اصلا ما اخليها، يعني ممكن انا اسوي هيك. شلون؟ مثلا اكو سايتوكينات خاصه لازم تنفذ حتى تتم هاي العمليه، اني ما اخليها تنفذ، اروح اوقف عملها الانتيجينات. ممكن لا، ممكن اكو فد مستقبلات خاصه اني اروح اعطلها، مثلا البي 7 وما بي 7 كلش مهم عندني، اروح انا اعطلها ما اخليهن يصيرن. ممكن ايضا شغله ثانيه، اني اجيب فتيسه ثانيه على مزاجي، اني ما رتبتها زين، وادخلها اخليها هاي التي سيل تثبط عمل التي سيل اللي هي صار لها انتيجين بريزنتنج سيل، اللي تعرفت على الانتيجين اللي جابت الانتيجين بريزنتنج سيل واتفعلت،
اني اجي فتي سيل سوي لها سباسيون توقف عملها كل شيء انتي. فاذا اني اذا اريد اخلي ميت ما يموت الانتيجين اقدر اكو بعده طرق. طبعا مو اني العبد الفقير لله كل شيء ما اقدر اسوي، بس الله سبحانه وتعالى اللي خالق هذا النظام الكبير اذا عاد يعطل عمل هذا الجهاز المناعي ويخليه يعني ما يسوي رد فعل مناعي ضد هذا الانتيجين بهذه الطرق، انه هي هاي العمليه اللي حكينا انتيجين بريزنتنج سيل، تجيب الانتيجين تعرض على التي سيل، التي سيل تتحفز عليه تروح تسوي له تفعيل للبي سيل، البي سيل تتفعل تروح تسوي انتي بودي، وهكذا توقف هاي العمليه بعده طرق ممكن مثل ما شرحت لكم اياها. لهنا أنا اتمنى تكونوا فاهمين، اتمنى يعني اتوقع انه مدينا على كيفنا. زين ايش وقت اني احتاج انه هذه العمليه تتوقف؟ يعني ايش وقت يعني انه طبعا هاي العمليه اذا توقفت عمليه يعني السلسله هاي اللي تكلمنا لكم عليها نسميها التولرانس، ايش وقت يصير التولرانس بالاحرى؟ يعني ايش وقت يصير هذا الكلام اللي حكيته اني هسه؟ يصير هذا الكلام اللي حكيناه في حاله السيلف انتيجين. يعني سبحان الله رب العالمين لما خلق الجنين الانسان في المرحله الجنينيه خلق له الثايموس، كلكم سامعين بالثايموس، الثايموس وتعرفون شنو الثايموس. في داخل الثايموس هناك تجي هاي العمليه مال التولرانس اللي يصير شنو، او فكره التولرانس شنو حتى يعني تكونوا فاهمين اكثر قبل البدء بالمحاضره، انه كل شيء احنا قلنا هو عباره عن انتيجين بالنسبه للخلايا المناعيه، وقسمنا الى سيلف انتيجين او فورجن انتيجين اذا تذكرون بالمحاضرات الاولى، وذكرنا لكم انه السيلف انتيجين ما يصير ضد اي فعل مناعي. طيب ليش هو مو انتيجين؟ ليش ما يصير ضد اي فعل مناعي؟ وقلنا لكم انه عنده بطاقه الام اتش سي وفعها وايه تعتبر هويه تعريفيه وكذا، اوكي صحيح، بس كل هذا انه ليش هو انتيجين؟ هو شيء غايب على الخليه المناعيه، ليش ما تعرض لنفس هذا الفعل المناعي لو كان يتعرض الى اي انتيجين اخر؟ الجواب هنا يا شباب التولرانس، التحمل. اثناء الاطوار الجنينيه رب العالمين لما خلق الخلايا المناعيه كل تي سيل خلقها رب العالمين خلقها لتمييز انتيجين معين، لتمييز انتيجين معين، يعني ينعرض عليها هذا الانتيجين، اذا تعرفت عليه اذا تعرفت عليه هاي الخليه التي سيل اذا تعرفت على الانتيجين اللي هو سيلف رب العالمين يتخذ ضدها اجراء التولرانس. بعد ان يتخذ ضدها اجراء التولرانس وهي بعد يعني حتى هاي الخليه المناعيه تكون غير ناضجه، فيتم تعطيلها بالطاقة اللي ذكرت لكم إياها، أما تموت أو يتوقف عملها بأحد الطاقة اللي ذكرت لكم إياها سابقا واللي راح أعيدها عليكم بالمحاضرة. حتى لصي هوسة في الأدوار الجنينية في داخل الثايموس يبدي ينعرض أجزاء جسم الإنسان، ينعرض الكلية وينعرض الكبد وينعرض كل شيء بجسم الإنسان على الخلايا التي سيل، على الجهاز المناعي. التي سيل اللي تتعرف على الكلى رأسا رب العالمين يؤمر بقتلها وتموت او تدمر او يعطل عملها بطرق راح نذكر لكم اياها بعد شويه. التي سيل اللي تتعرف على الكبد خلينا نقول ايضا رأسا تدمر. التي سيل اللي راح تتعرف على الكونكتيف تيشو، تتعرف على الابيثيليال سيل، تتعرف على كرات الدم الحمر، تتعرف على اي جزء من اجزاء الانسان سن يتم قتل هاي التي سيل بالاطوار الجنينيه، يتم قتلها حتى بعد لما يكبر الانسان ويكبر جسمه وتكبر خلايا المناعيه وتبدي عملها وتتحول من نايف يعني غير مفعله، يعني بدائية بكورسا كأنما بوادي التيسال، بعد ما تتحول إلى تيسال صحيحة وناضجة وتقوم بعملها تكون هاي التيسال اللي تعرفت على أعضاء جسم الإنسان ما موجودة ميتة.
فنعتبر باقي الانتيجينات هي سيلف انتيجين، لانه باقي الخلايا المناعيه ما عندها القابليه ان تتعرف عليها، لانه الخليه اللي تعرفت عليها واستجابت لها بالادوار الجنينيه انتهت بامر من الله سبحانه وتعالى وبطرق راح نذكر لكم اياها، انتهت هاي الخليه. زين، عندنا لهنا يعني ارجو ان تكونوا مفتهمتوا شنو التولرانس. هسه نريد نوجه فكرتكم الى او فكركم الى جهه ثانيه. لو التولرانس ما حصل، لو التولرانس ما حصل، صافت خلل جيني مثلا وما حصل، هاي الخليه ما ماتت، شنو اللي راح يصير؟ راح يصير عندنا مجموعه من الديزيز نسميها الاوتو اميونو ديزيز، نوع من الامراض نسميها الامراض المناعيه، راح نتلاولها بالجزء العملي كتطبيق على التولرانس، راح تتعرفون عليها وكل ما يخصها. فقط اللي اريد نقوله انه لو يسال سائل واحد من عندكم يقول فرضا ما صارت هاي العمليه، ما صارت تولرانس، شنو اللي يصير؟ نقول لك اي عادي، اكو ما تصير هاي العمليه، راح يصير عندنا اوتو اميونو ديزيز يا شباب. اذا لهنا يعني اعيد واكرر انه العمليه الطبيعيه اللي تحدث ضد اي باثوجين اللي هي تروح تجيب المايكروفاج او اي انتيجين بريزنتنج سيل وتعرف على التي سيل، بعد ذلك التي سيل تفعل البي سيل على مود تنتج الانتيبادي، هاي العمليه الطبيعيه اللي تحدث يوميا في جسمنا ضد اي باثوجين يدخل ما تصير ضد اجزاء جسمنا. ليش ما تصير؟ هو هذا التولرانس، هو هذا اللي راح نشرح لكم اياه. ليش ما تصير؟ لانه بكل بساطه بالادوار الجنينيه وفي الثايموس وفي البون ميرو عندما تتكون الخلايا المناعيه التي سيل والبي سيل يتم وتتعرف على وتميز، يعني تجيب الانتيجين بريزنتنج سيل تجيب لها جزء من خلايا الكبد تتعرف عليها وتميزها، تبدي هاي الخلايا تموت حتى ما تنتج انتيجينات ضد هذا الكبد او ضد هذه الكلية، ويستمر بالنمو ويؤدي وظيفته بشكل جيد. فنحمد الله على نعمة التولرانس. شباب اذا ما فهمت الفكرة ممكن ان تراسلوني ان شاء الله على الايميل ونوضح لكم اياها اكثر، لانه ما احب اعيد واكرر ليملون قسم من عندكم اخر، ولكن اتوقع الفكره صارت واضحه. ايضا هسه راح ندخل ان شاء الله بالمحاضره ونعطيكم اياها بالتفاصيل، فان شاء الله راح يعني تستوعبون الفكره اكثر واكثر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدي بالمحاضرة. الأميونولوجيكال تولرانس، شنو هو الأميونولوجيكال تولرانس؟ يقول is the state هو الحالة of inverseness، إنه عدم استجابة to the particle antigen لجزء الأنتيجين was in a primary established in the T and B cell في ال T cell وال B cell البدائية. The clonal receptor of lymphocyte are generated by random recombination of this many gene that code for antigen binding region. إذا الجينات تتكون بشكل randoms يعني عشوائي، ولي تكون متخصصة تشفر ضد أي أنتيجين معين. يعني هو هذا اللي قلت لكم إياه، إنه كل خلية تي سيل تتعرف على النوع من الانتيجين، يعني ممكن الخليه الاخ ما تتحفز لما تتعرف عليه. منو يحكم هاي الشغله؟ ليش هاي تعرفت عليه وديك الخليه الثانيه التي سيل النايف لبصفه ما تعرفت عليه؟ حسب جيناتها، هذا اللي يدي يقول لكم اياه بهذا المقطع، حسب جيناتها. This is critical that need to the sort out danger receptor that called recognize and destroy self antigen. إذا أكو بعضها راح تميز وتدمر ال self antigen. This breakdown of immunological tolerance. هذه شو راح يصير لها؟ راح يصير لها breakdown، راح تكسر ضمن عملية ال immunological tolerance to the self antigen in these cases of immuno disease. إذا هذه ما يعني التولرانس ما صار وصار breakdown لل immunological tolerance، شو راح يصير مثل ما ذكرت لكم؟ راح يصير عندنا auto immuno disease. Immunological tolerance is activated by many different mechanisms operated on the different cell types.
إذا شلون تصير هذا معنى الحكي، إنه شلون تصير عملية التولرانس؟ بصورة عامة عندنا نوعين من الخلايا، التي سيل والبي سيل. للتي سيل أكو تولرانس خاص بها اللي هو سنترال وبيرفيرال، وللبي سيل راح نرجع يعني ننتج نفس الخطوات، نتكلم في نفس الخطوات. فأنت لازم تميز أنه بالتولرانس عندك تولرانس للتي سيل وعندك تولرانس للبي سيل يا شباب، وأيضا عندك التولرانس نوعين سنترال وبيرفيرال. شنو يعني سنترال؟ في سنترال يعني في المركز، وبيرفيرال يعني خارج المركز. شنو هذا المركز وخارج المركز؟ إذا كان التولرانس بالنسبة راح ناخذ وياكم بالأول التي سيل، إذا كان داخل الثايموس التولرانس صار. شنو يعني التولرانس صار داخل الثايموس؟ يعني تخلصنا من الخلية التي سيل اللي تعرفت وبيزت السيلف أنتيجين، يعني تم قتلها والتخلص منها وحذفها في داخل الثايموس، أسميه سنترال. أما إذا خرجت من الثايموس وهي ما ميتة، راح يصير لها شلون واحد يقول نتلاحقها، راح رب العالمين وين يتلاحقها؟ بالبيرفيرال خارج الثايموس أيضا يضبط عملها. لهنا أنا تمام يا شباب؟ فإذا عندنا فيما يخص التي سيل سنترال وبيرفيرال، السنترال داخل الثايموس والبيرفيرال هو خارج الثايموس. هسه نجي السنترال تولرانس refer to the section processes which is T cell precursor undergo in this thymus. إذا هو الجزء من العملية اللي يتم ضد T cell precursor بادئة T cell when undergo في داخل الثايموس before they are released as mature naive T cell. لأنه إذا خرجت من خارج الثايموس صارت mature naive T cell. naive يعني بعتي يعني ما مشتغلة، ما مستخدمة، ما متعارضة بهالشكل. thymus epithelial cell and dendritic cell present self antigen to the immature T cell precursor. يقول الدنتريك cell راح تجيب self antigen اللي هو مثلا قلنا لكم قطعة من الكبد، والمن تعرضة على immature بعتي غير ناضجة. immature T cell precursor خلية غير ناضجة بادئة T cell. This T cell precursor that responds strongly to the self antigen. إذا هاي T cell استجابت وميزت وبقوة هذا self antigen presenting in this thymus undergo apoptosis. ها إذا ميزتها شو حيصير بها؟ راح يصير بها apoptosis. شو حيصير بها يا شباب؟ راح تموت. خلص ما طول تعرفت على سيلف انتيجين، تعرفت على خلية الكبد هذه، رأسا راح يصير بها apoptosis وتموت في داخل وين؟ الثايموس. This is called negative selection. هذا شو نسميه negative selection، الاختيار السلبي. الاختيار السلبي ليه؟ يعني شو negative selection؟ يعني ليش اختارناها هي؟ لأنه بعد غلط يعني فتخطى صارت، فهي اللي يصير بها apoptosis، بينما باقي الخلايا ما تعرفت على السيلف انتيجين لا، فلذلك احنا نسميها negative selection. A special population of thymus epithelial cell is capable to the expressing gene with expressing in the strictly organ specific mina. يقول اكو يعني جزء من الخلايا تعرض جينات خاصة ببعض الأعضاء، هي تعرفها حسب نوعها، يعني حتى شنو؟ حتى تعرف هاي الخلية شاح يصير، راح تتعرف أو ما تتعرف. هذا فيما يخص، المهم أنت تعرف لي إذا الخلية T cell البادئة الغير ناضجة في داخل الثايموس جابت لها الأنتيجين presenting cell، خلية من الكبد، خلية من الكلية، خلية من أي قطعة من جسم الإنسان، تعرفت عليها شاح يصير بها apoptosis. هذا الكلام وهذا شو نسميه كله؟ نسميه سنترال تولرانس. سنترال تولرانس ليش سنترال تولرانس؟ لان صار داخل الثايموس. تمام لهنا يا شباب؟ هسه تجي بيرفيرال تولرانس refer to the diverse mechanism that enforce to the maintain T cell tolerance outside the thymus this including. اذا هي العملية اللي تجي ضد T cell اللي تعرفت على self antigen وين؟ خارج الثايموس يا شباب، خارج الثايموس. هاي العملية تتم بعدة نقاط، يعني مو apoptosis وقبل، لأنه بعد هنا
يعني تصير بها شغل ثاني، فتنمنع هذه الخلية بالنسبة للبي فال بعدة طرق. أول شيء the prevention of contact between autoactive T cell and their target antigen. أول شيء يصير منع للأوتوأكتيف تي سيل للرد الفعل المناعي، يعني هي تعرفت بس رد فعل مناعي حقيقي ضد هذا التاكد أنتيجين ما يصير. سبحان الله، رغم إنه هي تعرفت وفلتت من الثايموس طلعت إلى الخارج وبس رد فعل مناعي على هذا الشيء اللي صار ما يصير. فهذا شو نسميه؟ نسميه أميونولوجي أميونولوجيكال إن نيجرينس، يعني شنو؟ يعني التجاهل المناعي، رغم انه هاي الخلية عبات ولكن ما يصير ايات فعل مناعي. سبحان الله، هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية the basal deletion of autoactive T cell by the activation of the induced cell death or cytokine. شنو النقطة الثانية؟ النقطة الثانية يقول اني احذفها، اسوي لها deletion. شلون انت هسه تكتب لك فد شيء فد مقاله وتحطها في فايل، بعدين تجي تقول يا هذا كله غلط، المعلومات اللي جبتها طلعت المصادر مزيفه وهذا غلط. نقا وحده باللابتوب عدل على المسح، ايش يصير؟ يصير لها ديليت، تمسح وينتهي كل شيء. فممكن انه يصير لها ديليتيشن. شلون هذا الديليتيشن يصير؟ بواسطه السيتوكين او بواسطه خليه زين انديوز سيل ديث أو سايتوكين زين، ممكن أنه بواسطة ينفرز عليها فالسايتوكين يقتلها. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة the incapacity of T cell to moiety effector response recognize their target. هذا شو نسميه؟ هسه قبل نسميه، تذكرون أنا قلت لكم أنه العملية اللي تتم هي مو مثل ما تكلمنا عليها بهالبساطة هاي، أنه عملية أنه الأنتيجين وبازنتينج سيل تجيب الجزء من الانتيجين وتعرف على التي سيل وخلصت، لا هي مو بهالبساطة، تحتاج ريسبتات وتحتاج عدة عوامل. فوحدة من هاي العوامل ممكن أن تعطل من الله سبحانه وتعالى، وحدة من هاي العوامل ما تفعل، ما يخلق هذا العامل الخاص بها، الجسم ما يخلق إلها، يعرف أنه هاي الخلية لازم تعطل لأن هاي تعرفت على سيف انتيجين، فما يكمل هالعوامل اللي تخليها يعني من تجيب لها الانتيجين وبازنتيك سيل ما تلخ جزء من هذا الانتيجين تتعرف عليه زين عيني. فهاي شو نسميها العمليه؟ الانيرجي يعني التعطيل، عمليه التعطيل انه ما تم عملها، ما تم وظيفتها. النقطه الاخرى اللي عندنا the suppression of immune response by regulatory T cell. ذكرنا لكم انه ممكن اني بالمثال من فوق قلت لكم ممكن ان اجيب خليه اخرى مثلا مويتشي واخليها تثبط عمل الاتصال اللي تعرفت، وبالضبط هذا تخلق في داخل الثايموس ايضا بعض الخلايا تكون كسباشن كخلايا مثبطه للخلايا اللي تعرفت على الاتصال حتى تنظم عملها وما تخليها تشتغل. اذا عرفتوا البيفيال شباب بأربعة نقاط واضحة، الإنجورس اللي هو أنه ما يصير أياد فعل مناعي، قتل الخلية بواسطة السيتوكين أو بواسطة عدم إفراز السيتوكينات اللي تفعلها ممكن، وأيضا منع الإفكتر ريسبونس العوامل، منع ارتباطها بالعوامل اللي لازم تكون موجودة حتى يتم التعرف. هاي نقطة ثالثة اللي سميناها الإنجوري اللي هي التعطيل، والنقطة الأخيرة هي السباشنك أميونو ريسبونس اللي هي أيضا تي سيل ولكن تكون سباشنك وعطلت عمل التي سيل اللي شنو اللي اتعرفت. فاذا هاي هذا فيما يخص البيفيال. التولرانس لا، مجرد ان يصير بها ابوبتوسس داخل الثايموس وانتهت العمليه. شباب هذا كل ما يخص التي سيل تولرانس، هذا كل اللي عندنا فيما يخص التي سيل تولرانس. ارجو انه ما يعني يشبك عليكم فيما يخص السنترال والبيفيال، ايضا راح ناخذ التي سيل انه تكون تفصلوها حتى تقدرون يعني تحطون ملاحظاتكم بالعربي وانتوا تسمعوا للشرح حتى ما يصير عندكم دمج، لانه اسئلتكم اسئله فكريه لا تعتمدون على الدارخ، يعني احنا دا نجيب لكم خيارات وصح وخطا، الدارخ ما يفيدك، اللي يفيدك الفهم. فانت بس حط ملاحظاتك حتى من تجي تقرا بعدين ان شاء الله بالفاينل ما صار عليك هوسه. ننتقل هسه المن بعد ما خلصنا التي سيل ننتقل للبي سيل تولرانس.
البي سيل تولرانس شلون يصير؟ اول نقطة عندنا clonal deletion of autoreactive B cell mostly in the spawn meon. اذا هذا شنو؟ ما طول صار داخل البون ميو شو نسميه؟ نسميه سنترال موتيا سبب. اذا يصير موت ديليتيشن حذف لل البي سيل اللي بعته هي يعني يعني اماتشور اللي تعرفت داخل البون ميو تنقتل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثالثة the arrangement of autoactive B cell receptor. شباب هذا المصطلح نسميه receptor editation كلش مهم. هذا receptor editation خاص بالبي سيل. شنو هذا receptor editation أو energy؟ هذا الخلية اللي تعرفت خلية البي سيل اللي تعرفت على self antigen. شي سولها احد المعالجات اللي تصير تتغير ريسبتاتها حتى يعطل عملها. اذا تغير ريسبتاتها ما راح تقدر تتم عملها لانه ما راح تقدر ترتبط بباقي الخلايا اللي تكمل عملها. مثلا ما ترتبط بالتي سيل. ليش؟ لان تغيرت ريسبتاتها اختلفت. فيصير تعديل للريسبتات، تعديل للريسبتات لغرض تعطيل وظيفتها. فبعد هي غير مؤثرة حتى وإن تعرفت على السلف أنتيجين هنا صارت شنو؟ غير مؤثرة. إذا النقطة الأولى شنو؟ تموت، يصير لها ديليتيشن حذف. والنقطة الثانية هي شنو؟ تعديل للريسبتر، ريسبتر إديتيشن، نغير ريسبتاتها حتى نعطل وظيفتها. An addition to B cell tolerance is maintained by tolerance T cell. النقطة الأخيرة نقطة جدا واضحة انه هاي البي سيل هي تحت منه، من اللي فعلها، من اللي يسوي لها اكتيفيشن؟ تي سيل. التي سيل هي اللي تتعرف على الانتيجين وهي اللي تفعلها. فاني اذا هنا اجت التي سيل وما نظمت عملها، التي سيل قالت هاي متعرفة على سيلف انتيجين، اني امنع من ان اجي وافعلها وان اسوي لها اكتيفيشن وان اعطيها افازلها السيتوكينس اللازم وانا ارتب عملها، فتمتنع عنها التي سيل مثل ما يقولون تشيل ايدها عنها، ما تتكفل بها، فما راح تقدر ان تتم عملها. وهذا هم صار شنو؟ تعطيل اخر. فانه التي سيل تتخلى عنها. The production of this high affinity class antibody depending on T helper cell. Therefore, if tolerance to the particle antigen is firmly established in this T cell compartment, T cell تقول هاي تعرفت على الانتيجين. B cell that recognize this antigen will usually remain tolerance. أجب أنه أنا ما أسعدها على مود تبقى ضمن التولرانس. تمام يا شباب؟ هذا كل اللي عندنا فيما يخص التي سيل. هو أيضا يعني ثلاث نقاط. الأولى أنه تموت داخل البون مو سالها ديتيشن تحذف وهذا هو يعتبر سنتال. والنقطتين الأخرتين أولا أنه السبتات مالتها تتغير فتتعطل عملها. والنقطة الثالثة أنه لا التيسل ما تتكفل بها تشيل إيدها عنها فما تقدر أن تتم وظيفتها. ذني ثلاث نقاط. هن النقطة الأولى تعتبر سنتال والنقطتين الثانيات يعتبرن بيفال. هن هذني فيما يخص التولرانس للبي سيل. فيما يخص التولرانس للبي سيل فارقوا بين البي سيل والتي سيل. عندكم بس ذني ثلاث نقاط للبي سيل وداخل البون مو وبعد خروجها يعتبر بيفال. النقطتين الثانيات اما التي سيل كان داخل الثايموس يصير لها ابوبتوزس واعتبرناه سنتال. وخارج الثايموس كانت ايضا هنالك عدة نقاط من عدم ارتباطها بالعوامل المساعدة، من عدم افراز السيتوكينات اللي تحتاجها، وايضا السباشنج تي سيل اللي تثبط من عملها. فهاي النقاط والله بسيطة وسهلة. كل اللي يحتاج تنظيم المعلومات، تبويب المعلومات، تكون منظم معلوماتك متسلسلة بشكل جيد حتى اذا تحطها على شكل ملاحظات بالعربي انت تكون ان شاء الله يعني الموضوع فهمته. نرجع اذا هذا كله ما صار، يعني اذا واحدة من هذه الخلايا اللي تعرفت على جزء معين تعرفت على خلية من خلايا الكلية زين وبقت ما صار لها تولرانس، شو راح يصير عندنا؟ نفروتايتس. وهذا شو اعتبر نفروتايتس هنا؟ راح يصير شنو؟ راح يصير اوتو اميونو ديزيز. هذا المهم، هذا اللي اريد نوصل له، انه اذا صار خلل بالتولرانس راح يصير شنو عندنا؟ اوتو اميونو ديزيز، يولد احد انواع الاوتو اميونو ديزيز زين.
established or re-established tolerance، يعني التولرانس كان موجود أو غير موجود، هو measure called for in vitamin treatment for autoimmune اللي هي allergy, cancer, transplantation in the corn state. هاي التغيرات اللي تحدث overcome immunological tolerance، كلها تحدث بسبب immunological tolerance. شنو معنى هاي السطرين الأخيرات؟ هو مو بذات الأهمية، بس يجي يقول لك إنه اعتماد علاج autoimmune disease يعتمد على بهذه الأمراض اللي ذكرها، هو الإليرجي والكانسر والترانسبليشن. طبعا الترانسبليشن هو يعني مو أوتو أميون ديزيز يعني حقيقة، وإنما هو حالة نقل الأعضاء أيضا. يعني هو هذا كله ممكن أنه ناخذ من مبدأ التولرانس كمبدأ لعلاج الأوتو أميون ديزيز، هذا القصد أنه ناخذه كمبدأ في العلاج. شباب محاضراتنا مع العملية راح تكون تطبيق إن شاء الله على النظري على التولرانس. راح نأخذ الأوتو أميونو ديزيز، يعني ما نأخذ كل الأوتو أميونو ديزيز، ولكن يعني ننطيكم فد شيء فد معلومة عنه. هذا كل اللي عندنا إن شاء الله. فهمتوا المحاضرة؟ يعني أنا حسب تصور إنه يعني إن شاء الله تكونوا فهمتوها. أرجع وأعيد وأكرر إذا كنتوا ما فاهمين أو عندكم سؤال، مثل ما يدسون بعض زملائكم مشكورين طبعا، يرسلون على الإيميل، يرسلون على التليجرام، إن شاء الله نوفق لإجابتكم. ويعني لا تستحون أو يصير عندكم حاج، ماكو أي مشكلة. وإن شاء الله يعني أتمنى لكم النجاح والموفقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.